تعالوا بقى نعمل مع بعض دلوقتي شوربة القرع بالقرنبيط. ليه القرنبيط؟ أنا عايزة أزود ألياف وعايزة أقلل نسبة ارتفاع مستوى سكر الدم. يعني إيه اللي بتقوليه ده؟ يعني من الآخر هتاخدوا كوباية الشوربة دي أو بولة الشوربة دي في بداية الوجبة، وأوعدكم أن أنتم مش هتكملوا بقية الوجبة بتاعتكم. أنا مش بشجعكم أن أنتم تاكلوا قليل أبدا، ولكن قصدي أنها مش هيبقى في مكان بقى ناكل زي ما احنا متفقين كده على الترتيب، بناخد شوربة وسلطة وبروتين وبعدين ننهي بالنشويات. فاحنا لو مشينا بالترتيب ده وعاملين شوربة زي دي، انا متأكدة ان احنا مش هنقدر نوصل للنشويات خالص. تعالوا بقى نشوف مكونات الشوربة ايه. معايا قرع عسلي، وده برضو مشوي. مشوي يعني ايه؟ يعني بس تتحط في الفرن ياخد يتكرمل كده حلو. معايا كمان بصل وجزر وعيدان كرفس، اللي هي الحتة اللي تحت في الكرفس دي. معايا كمان توم مفروم والقرع اللي قلتلكوا عليه. معايا قرنبيط مسلوق وشوربة، ملح وفلفل وزعتر للوش. هنعمل ايه؟ تعالوا بصوا، انا معايا حلة، هاخد كأني بعمل اي شوربة عادية جدا. هاخد زيت زيتون، عايزين تستعملوا زيت جوز هند زي ما كنا بنتكلم من شوية تقدروا. والجزر والكرفس. بعد الثلاثة دول اي شوربة هتعملوها هيبقى طعمها حلو، اي خضار هتعملوه هيبقى طعمه حلو. ليه؟ ده البيس او القاعدة الرئيسية بتاعت اي طبخة طعمها حلو. بصل وجزر وكرفس هيتشوحوا حلو مع بعض، خلاص انا كده ضمنت انه اول خطوة انا ابتديتها حلو. هنزل عليه بالقرع. طيب بكرمل القرع ليه؟ لسببين. اول سبب الطعم الحلو، هو لما بيتشوي وبيكرمل بيدي طعم ظريف جدا. السبب التاني ان انا مش عايزة اقعد الشوربة دي ساعتين على النار، لان القرع من الحاجات اللي بتاخد وقت في السوى. طيب حلو، دلوقتي بقى وقت ان انا انزل بالشوربة، والشوربة لو متملحة مش هزود ملح، مش متملحة هزود ملح وفلفل. نضرب ده مع بعض. عشان اللي بياكل شوربة بمعلقة يبقى الحاجات كلها ايه؟ حجمها صغير. ونحط فيها. انتوا عارفين ان في مكملات غذائية داخل فيها القرع، من كتر ما هو القرع العسلي من كتر ما هو مفيد. فحاجة بجد ما تفوتوش انتوا تبقوا بتاخدوها فيه وتستفيدوا بيها في الموسم بتاعها، بالذات ان هو مش بيطول قوي. يعني بصوا تعالوا كده ايه، لو معانا شوية لبن نخفف الباقي.